يقول بعض الناس إن الوقت من الذهب، ولكن الحقيقة إنه أعز من الذهب. فالذهب قد يستغنى عنه، ولكن الوقت لا يستغنى عنه، بل هو السبيل والطريق إلى كل ما يرضي الله ويقرب لديه، وهو ظرف لك فيه يا عبد الله ما جعلت فيه من خير وشر، فجدير بك أن تنظف هذا الظرف وأن لا تخزن فيه إلا ما ينفعك. فالليل والنهار مطيتان وخزانتان يخزن فيهما الخير والشر، ويوصلان العبد إلى النهاية، فجدير به أن يصونهما وأن يحفظهما.